الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أي الفتى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أوينا لجأنا إلى الصخرة التي كانت عند مجمع البحرين ليستريح من تعب المشي، فإني نسيت الحوت. هناك قال نسيا، وهنا قال نسيت. الأولى إخبار من الله، والثانية كلام من الفتى، فتى موسى. فكلام الله يدلنا على أن رئيسا متبوعا لا يترك تابعه ليتصرف في كل شيء، لأن تابعه قد لا يهمه أمر المسير في شيء، تنشغل ذهنه بأشياء مش هي اللي شغلة ذهن موسى. فلما يجي الأفكار تزدحم وياه يبقى ينسى حاجة، يبقى كان واجب انه ينبهه على اي شيء كما ينبه رئيس القوم القوم على الاشياء اللي يخلفوها. ولكن الفتى قال عن نفسه لانه المكلف بشال المكتل وشال الايه وشال الغذاء: فاني نسيت الحوت. واعتذار قال: وما انسانيه الا الشيطان. يعني برضه الشيطان قاعد يلعب بافكاره وخواطره لحد ما ينسيه الايه، ينسيه الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنسان الشيطان ذكر الإيه؟ ذكر الحوت. واتخذ الحوت أي الحوت سبيله، طريقه في البحر هناك سربة. دي عجبة، ذكر سربة لأن دي حال الحوت. إنما هو عجبة بده يحكي الحكاية. عجبة ليه؟ لأن الحوت المشوي ينط من المكتل وبعدين يروح ري على البحر ويسبح في البحر ويترك وراه كده سرب. دي مسألة عجيبة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني أنساني ذكره. واتخذ أي الحوت سبيله، طريقه في البحر عجبا، يعني أمر عجيب، لأنه خالف المألوف في إن حوت مشوي وبعد ذلك تجيله الحياة وينط من المكتل وبعد ذلك يروح على الإيه؟ على البحر. فالمسألة دي بقت عجب عند مين؟ عند من رآه. قال أي موسى: ذلك ما كنا نبغي. يعني الحتة اللي احنا عايزينها هي اللي الحوت راح فيه. فكأن الحوت كان أعلم بالموعد من موسى. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني أمر عجيب. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، ما كنا نطلب. فارتد على آثارهما قصصا، لأن العنوان انعرف، المكان إيه؟ مجمع البحرين. العلماء اتفقوا على أن بحرين يلتقوا يبقوا بحر واحد، ودي الصورة دي ما توجدش إلا في مسرح بني إسرائيل، المسرح بتاع بني إسرائيل كله في سيناء، وجنوب سيناء تجد خليج العقبة وخليج الإيه؟ السويس. دول بحر وده بحر وملتقين عند القمة، عند إيه اللي بيسموها بتاعة الذهب ولا إيه، حاجة رأس محمد، عند رأس محمد يجتمعوا كده، يبقى ذلك اجتماع. قال ذلك ما كنا نبغي أي نطلب. فارتدى رجعهم على آثارهما قصصا. إيه يعني على آثارهما قصصا؟ قال لك إحنا نمشي على الأثر بإيه؟ بدقة. نقص في حاجة اسمها قص الأثر. قص الأثر إنهم لما يحب واحد يعرفه مثلا سرق حاجة وبعدين يعرفوا إن هو راح فين، هم يشوفوا الرجل ماشية فين، يتنهم متتبعين أثر الرجل، أثر الرجل لحد ما إيه؟ لحد ما يعرفوه. فقصصا يعني إيه؟ بدقة. الرجل مسرح الرجل. نعم. فارتدى على آثارهما قصصا أي إلى المكان الذي تسرب فيه الإيه؟ في الحوت اللي هو مجمع الإيه؟ البحرين اللي هو الميعاد اللي ربنا قاله عليه. فوجد
وجد عبدا. احنا قلنا بقى كلمة عبد دي لما ربنا اللي يقولها عبد لمين؟ عبد لله. وما دام عبد الله يبقى ده الشرف الكبير، لأن رسول الله لم يأخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لأن الله قال فيه إيه؟ أسرى بعبده. وإحنا قلنا كلمة العبودية لله عز، وكلمة العبودية للبشر هي الذل. الناس تكره العبودية تقول له العبودية للبشر، إنما لله تبقى عز. ليه؟ قال لك لأن عبوديتك للبشر تأخذ خير العبد للسيد، ولكن عبوديتك لله تأخذ خير سيدك لك. يبقى دي عبودية إيه دي؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه، مسألة من عندنا، رحمة من عندنا. العلماء لما جم عند رحمة من عندنا قال لك الرحمة في القرآن وردت بمعنى النبوة، معنى النبوة، لأن ربنا قال إيه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكان رد الله عليهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ تبقى الرحمة معناها هنا إيه؟ النبوة. طيب قال ذا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. الله، وهو قال لك مطلق الرحمة تأتي بس على يد جبريل وعلى يد الرسل وعلى يد مش عارف إيه، إنما دي الرحمة من عنده هو يعني مباشرة، زي ما يقولوا عندنا إيه دايرة يعني على طول منه لله كده مباشرة. قال ذلك ما فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. شوف كلمة آتيناه، هو اللي آتى، ورحمة، وقال برضو من عندنا تاني الأندية يعني الإتيان إيه والأندية. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني مش بواسطة الرسل، من لدنا إيه؟ علم. الله، كأنه لا حرج على الله في إنه يختار عبد من عباده ويديله حاجة كده من وراء النبوة. أم قال لك بس خد بالك إن العبد حين يكون صالحا ويأخذ من الله فيوضات بيأخذها عن طريق اللي قالوا له النبي، لكن المأخوذ هناك مش هو المأخوذ من الرسول. المأخوذ من الرسول الحكم الظاهري الذي على مخالفة التكاليف وعلى التكاليف، إنما الحاجة بقى التانية دي علم تاني وراء الظاهر ده. مش الرسل بيعملوا إيه؟ بيجيبوا جايات الأحكام ويقول لك ربنا عايز منك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. الرسل يقولوا اوعى دم الناس تقتله، اوعى حاجة الغير تتلفه، الراجل ده هيتلف السفينة ويقتل الولا. الله، تبقى مش هي بتاعت الرسل. الرسل جايبين الأحكام إيه؟ أحكام الظاهرية. في أحكام تانية لها علل باطنة فوق العلل الظاهرة، هي دي اللي بقى بياخدها الإيه؟ آتيناه من لدنا علما ومش عارف إيه بتاعه. ولذلك لما قالوا نبوة، طيب اختلف بقى العلماء، وهل الخضر ده كما قال النبي إن اسمه الخضر، هل هو موجود الآن ولا مات ولا فيه خضر كل؟ قال لك لكل زمان الخضر، في كل زمان ربنا يدي واحد شوية فيوضات كده من عنده، بس مش هي بتاعة الرسول. ولذلك حيقول له أنت لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ مش عندك أنت الكلام، أنا من كيس وأنت من كيس، فيه كيس تاني، كيس الرسل وكيس الولاية، دي موضوع تاني، لكن ما بيقيمة يتعرضوش، إنما التعرض مع إيه؟ مع أن فيه أحكام لها علل باطنية ولها حكم ظاهري. فالرسول للحكم الظاهري يقول اعمل كذا، حافظ على ملك الغير، ده خرق السفينة. لو أن موسى علم العلة في خرق السفينة لبادر هو إلى خرقها. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، اللي بيسموه العلم الايه؟ اللدني. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ده امر من الله ان يذهب اليه ويتبعه، ومع ذلك الامر من الله كان ادب التلقي من موسى. خلاص كان يقول له انا هتبعك، لان ربنا قال لي اتبعك،
الأدب قال له هل أتبع، ألا تسمح لي يعني أن أنا أتبعك؟ هذا الأدب بتاع المتعلم من مين؟ من المعلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرشد هو حسن التصرف في الأشياء وسداد المسلك في علة ما أنت بصدده. واحنا قلنا إن الرشد ده في الغالب له سن، السن بتاعه سن الايه؟ البلوغ. لكن مش البلوغ بس يديه الرشد، قد يكون أبلغ إنما ما عندوش رشد، فيه سفه. ولذلك الحق يجي في الآية يقول ايه هناك الحق سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروه. وما دام هو يتيم يبقى لما كلفه بعمل لإصلاح حاله واديله شوية مال من فلوسه وقول له اتصرف كده قدامي بعيني على عيني كده أشوفك هتنفع ولا لا، وهو يتيم لسه. وابتلوا اختبروا اليتامى، ما تعزلوش لحد ما يبلغ سن الرشد وبعدين يجي يزاول العمل بتاعه يبقى التجربة في ماله. نقول له لا، خلي التجربة وياك، خلي التجربة وأنت لك ولاية عليه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، خلاص ادلهم، لا بلغوا النكاح ذا البلوغ اللي هو السني، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا حسن تصرف فادفعوا إليهم أموالهم. شوف الترتيب بقى، يبقى نعمل إيه؟ الوصي على اليتيم يعمل إيه؟ لا يترك اليتيمة حتى يبلغ سن الرشد وبعدين يدلوا ماله فيقعد يتخبط في تخبط بدائي من غير تجربة. نقول له لا، ابتليه وهو يتيم، اختبره وهو يتيم، شوفه يصلح للتصرف ولا ما يصلح. فإن كان صالح للتصرف يبقى انتظر بقى إيه؟ البلوغ. يبقى البلوغ هو اللي فيصل. لكن إذا لم تأنس أنت هذا الرشد منه تعمل إيه؟ ما تدلوش المال لأنه لسه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طب وهي أموالهم ده أموالهم هم. أم قال لك لا، ما دام سفيه يبقى خرج عن التصرف، بل مش المال مش بتاعه، ده أموالكم. وبعدين لما يبقى كويس ادفعوا إليهم أموالهم، يبقى الأول أموالكم والثاني أموالهم. كلام رب. نعم. على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي سداد تصرف وحكم التناول للأشياء. فكأن النبي اللي مرسول للناس وقف عند المعلم يقول له أنا هاخد منك الرشد، مش هو يعني لا أنا هاخد منك الرشد، أكنه قبل كده ما فيش الرشد. أم قال لك الرشد في مذهبه مش الرشد في التبليغ الأحكام الظاهرة. نعم. هل أتبعك، أدي هل أتبعك يعني أنا تسمح لي على أن تعلمني مما علمت رشدا. تعلمني الله، يبقى دل على أنه يطلب شيئا لم يكن معلوما له، لأن ربنا قال كده وما أوتيتم من العلم إلا قليل، وقال للرسول وقل ربي زدني علما. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ كلما ازددت علوما زدت إيقانا بجهلي. الله، كل ما يزداد علم يزداد إيقان بأنه جاهل. قال لك لأن معنى ازددت علم النهاردة إن أنا كنت امبارح ناقص، وما دام كنت ناقص امبارح وعلمت النهارده يبقى برضه النهارده هبقى ناقص واعلم بكره. كلما ازددت علوما زدت ايقانا بايه؟ بجهلي. والافق الواسع كل ما يعلم قضيه يبقى عنده شره للعلم، شره للعلم، وتتركن القضيه في الافق الواسع فما تبانش في نفسه، لسه نفسه عايزه ايه؟ لسه افق واسع، عايز علم تاني، عايز علم تاني. ولذلك برضه الشاعر يقول ايه؟ قالت النفس المغرورة بشوية العلم البسيط كده اللي يعرفه، قالت النفس قد علمت كثيرا، ده انت بقيت عالم مطمطم، يا سلام عندك علم واسع قوي. النفس بقى عايزة تحدثه، عايزة تديله غرور، عايزة تديله ايه؟ كبرياء وزهد. قالت النفس قد علمت كثيرا، متيقظ هو للنفس. قلت هذا الكثير نذر يسير. شوف بقى جاب المثل، تملأ الكوز، عارفين الكوز؟ تملأ الكوز غرفة من محيطه فيرى أنه المحيط الكبير.
ما هو الدال ده انما الكوز هو اللي ضايق. يقول تملأ الكوز غرفة ايه من محيط فيرى انه المحيط الايه الكبير. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني؟ الرسول اللي جاي يعلم الناس مما علمت رشدا سداد تصرف وحكمة تناول. خلاص قال شوف بقى الشروط اللي بيبنيها العالم على من يريد العلم. قال له أنت مذهب وأنا مذهب، المذهب بتاعك غير مذهبي ومش هنتفق مع بعض. شوف بقى الخميرة اللي بيديها له، إنك لن تستطيع معي صبرا، مش هتقدر تصبر على تصرفاتي لأن تصرفاتي من كيس غير كيسك. الكيس بتاعك كيس علم الأحكام الظاهرية، أنا حاجات تانية مستترة وراء دي. ولذلك يقول لك العلم الباطني. يبقى عذر ولا ما عذروش؟ عذر. وقال له ما تزعلش، لا تحزن، لأني بقول لك أنك لا تستطيع أن تكون معي. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يبقى بيعذره ولا لا؟ يقول لك انت ما تصبرش الا على حاجه عندك خبر علم به، ولكن اللي ما عندكش خبر بقى هتصبر عليه ازاي؟ ادي ايه دي بقى ادب الطريقين، طريق الاحكام الظاهريه وطريق ما خلف الاحكام الظاهريه. ده ما يعترضش على ده، وده ما يعترضش على ده، وده ما يسفهش ده، وده ما يسفهش ايه، ما يسفهش ده. لكن العيب ان لما نشوف مثلا واحد عنده شيء من فيوضات الله عليه، يجوا المريدين انا اعيذه ان يكون، انما اللي حواليه بقى يقول لك اللي مش عارف ايه والايه واللي، ونجادلهم واحد يتشتمهم ويضربهم ويعملوا لهم مظاهره وده يتجادل ويكفروا بعض وتبقى الحكايه. قال لك لا، انت شوف ما اقول لك، كل مذهب لا يحتج به على مذهب. شوف الادب اهو، لم تستطيع معي صبر وانا عذرك، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. اللي عايز يتعلم قال له انا قابل الكلام ده. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. يعني اطمن على ان انا مش هجادل ولا هعارض ولا حاجه. وقال برضو قدم المشيئه علشان ان شاء الله، عشان يحننه، ستجدني ان شاء الله صابرا اي على ما تفعل مهما كان. خلاص ولا اعصي لك امرا. اصبح مامورا المتعلم، يصبح ايه؟ مامور. ولا اعصي لك امرا. قال تاكيد ثاني، فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. انا اللي اقول لك، انما ما تسالنيش تقول لي دي ايه ودي ايه، انا بعدين ابقى قلت. طب بتقول له من الاول. قال لك لا، علشان يعلمه ادب تناول العلم، مش كل حاجه تقول له ودي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه. قال لك هو نبأه، قال لك انت لن تستطيع ما صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط بخبرا؟ قال له لا، ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال له ما دام كده، ان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث انا لك منه ايه، زي انا اللي اقول لك عليه. فانطلق، حتى انطلق مشوا بقى، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب في السفينة، الاثنين ركبوا، تبقى كانت سفينة ركاب، لأن السفن كانت تستعمل لها ركاب، يا لنقل الأمتعة اللي هي بتاعت البضائع، يا لصيد السمك، يا لصيد اللؤلؤ، إنما دام ركبة تبقى سفينة معدة للإيه؟ للركوب. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الكلام اللي قال له الأول أنا واحد تبعك ومش هعصي لك أمره، لما حصل بقى واقع، فكأن ربنا بده يعلمنا أن الشيء النظري غير الشيء الواقع. يعني واحد يقول لك كلام يا سلام، وبعدين لما يبقى واقع يتغير الأمر، يتغير الإيه، يقول لك أنا رقبت لك كلام، ولما تيجي حاجة ما تعس الرقبة ها تيجي واقع بقى، يعني يقول له راسك علمك عليا شوية، راسك
يبقى فيه كلام وفيه كلام بيتخذ بايه؟ بعبورة الأريحية الأول، وبعدين لما يجي بقى يبقى واقع يبقى ايه؟ يبقى صعب. أو موسى قال له هتبعك وعلى أن تعلمني ومش حاصلك أمر ومش عارف ايه، لما خلق السفينة بالفعل بقى واقع، المسألة كبرت في رأس موسى. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. مش بس استفهم، وبرضه قال له انت جبت شيء عظيم، شيء فظيع، شيء بشع. قال له ايه فين الـ قال لك الواقع اللي عمل كده بقى. الكلام النظري كان شيء، والواقع لما شافه شيء. ايه ليه؟ أم قال لك لان موسى استحضر بالحكم الشرعي اتلاف مال الغير، واتلاف مال الغير مش بس على المال وعلى غيره، هيغرقوا الناس اللي فيه، فتضخم عنده الايه؟ الامر. يبقى ده بياخد من كيس وده بياخد من ايه؟ من كيس. فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، اي شيئا فظيعا عظيما بشعا. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. علمه ثانيه قال له انا كلامي كان ايه؟ كان صادق. وما دام الكلام بتاعي كان صادق يبقى اعرف ان كل اموري اللي صدقوا كلام من عن انت اللي عملت. انا قلت لك مش هتستطيع، انت رحت قايل كده، مع ان احنا خدنا العهد واتفقنا اخذ ورد في المساله دي. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا ان يقول ذلك وقد اخذ عليه العهد والميثاق الا يتكلم حتى يحدث القبر له الكلام. قال لا تؤاخذني، رجع تاني، لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني، لا تحملني من أمر اتباعك عسرا ومشقة. فانطلق ساب له دي حتى إذا لقي غلاما فقتله. الأول كان اعتداء على مملوك، الآن اعتداء على نفس، بقت الجريمة إيه؟ صعدت شوية. فانطلق حتى إذا لقي غلاما، الغلام هو اللي ما بلغش سن الإيه؟ الرشد، فقتله أي الخضر قتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. دك إمران عجيب وفظيع، إنما دي إيه؟ ده شيء نكرا، لأن الجريمة كبيرة. أتيت شيئا إيه؟ نكرا. الرد هيكون هنا مخالف للرد الأول. الأول قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وبعدين هنا بقى لما قال النكرة قال له ألم أقل لك، أنا قلت لك أنت، مش قلت كلام عام، أنا قلت لك أنت لك. الله، يبقى الكلام مطابق للحال ولا مش مطابق للحال؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية، نفس طاهرة، نفس صافية. هيجي بعدين طب ما هيك منها طاهرة وصافية، حب يوديه لربه بالطهر والصفاء دي ولا يلوسوش بإيه؟ بمخالفة التكاليف ولا البتاع الكلام دي. انت جبت العلة ايه؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، مرتين اثنين. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت عذرتني، أنت استحملتني، وأنا بعد كده ما عمتش هتكلم ولا هسأل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمنا الله ورحم أخي موسى، لو صبر لعرفنا كثيرا. كان صبر شوية كنا عرفنا حاجات كتير يعني. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت ما عندش إيه؟ أنا عملت كل حاجة بالنسبة لي. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. استطعم يعني طلب الطعام. قالوا وطلب الطعام أصدق سؤال. اللي يسألك فلوس يمكن هو بيدكن الفلوس وبيعينها، إنما اللي بيقولك اديني لقمة كلها دي ده أصدق سؤال، محدش يتكلم فيه دي. يبقى إيه سألوا إيه؟ أصدق سؤال.
استطعما، يعني طلبوا الطعام من أهل إيه؟ القرية. ادلهم لم يعطوه، فكان من الأسلوب بقى السطحي يقول إيه؟ فأبوا أن يطعموهما. إنما هنا قال فأبوا أن إيه؟ أن يضيفوهما. هم استطعما طلب طعام، ودول أبوا من الضيافة. إيه يعني أبوا الضيافة؟ قال لك ده مش الطعام، ده أبوا أنهم يقووهم حتى عندهم كده، يقعدوهم حتى من غير طعام. يبقى تناهي في اللؤم ولا لا؟ هم استطعمهم فأبوا إيه؟ أن يضيف. شوف بقى، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية كان يقول استطعموهم، وهم أتى أهل إيه؟ أتيا أهل قرية، فإيه؟ فاستطعموهم، استطعماهما، استطعموهم يعني، ما قالكش، قال لك فاستطعما أهلها، يبقى كرر أهلها مرتين. الله، ده كان المقام للضمير، المقام للضمير. أم قال لك لا، هم حين أتيا القرية هل قبلوا كل أهل القرية ولا قبلوا اللي واجهوهم ساعة الدخول؟ بس بعضهم، لكن الاستطعام كان لأهل القرية جميعا، فإنهم لفوا على ده ولا ده، اديني لقمة اديني لقمة اديني لقمة دول. فالاستطعام كان لمين؟ استطعم أهله. خلاص كده هم مروا على أهل قرية، استطعم، ما قالش استطعموا اللي شافوهم اللي هم الأهل، استطعموا الأهل كلهم، يعني كأنهم راحوا لذا وراحوا لذا، فكأن إيه؟ لؤم وبخل مجمع عليه من أهل القرية إيه؟ جميعا. فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض. الإرادة نحن نفهمها للمفكر العاقل اللي له إرادة لزينه، إنما ساعة ما تيجي لغير عاقل يقول لك أراد يعني قرب أن إيه؟ قرب إنه ينهد كده، يعني في علامة الشروق والبتاعه عايز يقع. ده الناس اللي بيقولوا الكلام السطحي اللي بيرضي الناس اللي عقولها يعني واقفة شوية، إنما اللي متسع في أن الذي يتكلم الله وأن كل حاجة في الكون لها حياة تناسبها ولله أن يخاطبها وترد ويبقى لها كلام ويبقى لها حديث، الله كل الله إزاي؟ أم قال لك ألم يقل الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى فما بكت عليهم السماوات والأرض؟ قال كده، يبقى السماء لها بكاء وتزعل لفراق الأحبة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.